طيب آخر حاجة من الحاجات الملفتة يعني، وهسيب حضراتكم تشوفوها ونطلع فاصل استقبل ضيوفي. فاكرين لما عرضنا الفيديو بتاع البنات بتوع مدرسة القديس يوسف الراهبات اللي هم كانوا بيرقصوا وبيغنوا في المدرسة على 3 دقات؟ أنا لفت انتباهي فيديو بدأ ينتشر لطلبة الهندسة في جامعة أسيوط، كلية الهندسة في جامعة أسيوط، في حفل التخرج بتاعهم. صحيح الحفل ده كان في ديسمبر اللي فات، يعني من حوالي شهرين، لكن مش منتشر هذا الفيديو. هم قرروا إن هم يحتفلوا بتخرجهم بطريقة مبتكرة، يعني يلبسوا جلاليب صعيدي ويرقصوا على المزمار، وتحية إلى أهليهم. يعني كل واحد طالع من دول مهندس، فهو يعني بيقول للأهله كده، احنا يعني أنا ابنكم، يعني أنتوا صرفتوا عليا وعلمتوني وكبرتوني وخليتوني مهندس قد الدنيا، فاحتفلوا بيه هذه الطريقة اللي هي برضو امتداد لحالة إن الناس يا جماعة تفرح وتعبر عن نفسها وتغني وترقص، لأنه الحياة فيها حاجات كتيرة والحياة بتخطفنا فجأة، فاخطفوا الحياة قبل ما تخطفكم. شوفوا طلاب كلية الهندسة في جامعة أسيوط احتفلوا بتخرجهم ازاي، ونطلع فاصل وأعود بضيوفي الكرام دكتور حسن مهدي والنائب محمد بدوي بسوق.